النهارده معانا حكايه اتمنى لو انها توصل لكل شباب المسلمين. مالكوم ليدل او مالكوم اكس او الحاج مالك الشباز، حكايه حلوه ولذيذه كده، وهندخل في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم، فيلا بينا. طب يلا بينا. اتولد مالكوم إير ليتل في 19 مايو سنة 1925 في مدينة اسمها أوماها تابعة لولاية نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت ده حضرتك كانت العنصرية ضد السود غير العنصرية اللي بتشوفها بعينك دلوقتي خالص. السود لا كانوا يقدروا يركبوا أتوبيسات البيض ولا حتى يصلوا في كنايسهم ولا يقدروا يسكنوا في أحيائهم. وهو أنت كمان بجد تزعل على المسيحيين يا مولاني؟ أنت مسكان تخصصك إخوان وبس. تزعل على أي بني آدم ربنا خلقه وكرمه وتهان أو تعرض لظلم يا عم الناس؟ دين بيقولك كده. المهم ان إير ليتل ابو مالكوم كان قسيس معمداني، وامه لويز ليتل طبعا عندها 7 أبناء تانيين، كانت الست ربة منزل وقاعدة بتربيها، والسبعة دول غير مالكوم طبعا. اعمام مالكوم بقى التلاتة اتقتلوا يا مولانا وما كانش ليهم دية، والكلام ده قبل ما مالكوم نفسه عينه تشوف النور. حرفيا السود في الاوقات دي كانوا مفرومين تحت راية الرجل الابيض مدعي الديمقراطية. والد مالكوم بجانب عمله كرجل دين في الكنيسة في ولاية ميشيغان، إلا أنه كان ناشط حقوقي وسياسي في جمعية اسمها الجمعية العالمية لتقدم الزنوج. جمعية مسالمة كده حضرتك، لا بتدعو العنف ولا عايزين حقوق ولا حريات. كانوا بيقولوا بكل بساطة كده، إحنا نرجع أفريقيا اللي جينا منها، والله سهل للأمريكان، مش عايزين منهم حاجة. إلا أن جماعات البيض المتطرفين قال الله، أمال مين اللي هيشتغل ويشيل ويحط؟ مين اللي هيلمع الجزم ويرمي الزبالة ويرتب البيت؟ مين هيكنس ويطبخ ويسوق ويحرس بتراب الفلوس؟ مين؟ طب ما احنا في مصر بنعمل كل ده وبتراب الفلوس بردك يا عبود، هو احنا كده بقينا زنوج يعني؟ لفظ الزنوج ده يا عصام مع انه اتقال في الاول على اصحاب لون بشرة معينة، الا انه مصطلح ينفع تسقطه على الاضطهاد في اي زمان ومكان. يعني ايوه الفقراء هم زنوج البلد دي، والمسلمين يا حبيبي هم زنوج هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه. فالزنجي ده حالة يا نجم قبل ما يكون وصف. فكان في جماعة بقى من البيض المتطرفين اسمهم الكوكلوكس كلان، ما عجبهمش كلام ابو مالكوم فراحوا طالعين سنة 1929، كسروا لهم البيت حضرتك وحرقوا ما تبقى منه قدام مالكوم واخواته وامهم، وكان ابوهم مش موجود. اما بقى هم راجعين كان ابوهم لسه راجع. العيال الكوكلوكس يشوفوه يلقطوه يضربوه ويولعوا فيه ويربطوه على قضيب السكة الحديد ويسيبوه لما يتفرم تماما. صدمة كبيرة بقى حضرتك للأسرة، والعائل الوحيد مات ومفيش اي مصدر رزق. وفي الوقت ده كان مالكوم عمره لسه 4 سنين بس، والام حضرتك يا دوب 34 سنة وتمن عيال متعلقين في رقبتها. اشتغلت اي نعم خدامة في البيوت وشافت الذل على عيالها، بس برضو 8 كتير، هتأكل وتخدم وتراعي ولا تشتغل وتصرف وتجيب؟ وهنا بقى بدأت الضغوط دي كلها تخليها عنيفة شوية مع الولاد. وهنا برضو كانت اول وقفة مع ثورية مالكوم اللي بيقول عندما كانت تضربني كنت ارفع صوتي بالصراخ، ليظن من حولنا انها تقتلني فتكتفي بضربات خفيفة. لقد أدركت صغيراً أن الحق لا يعطى لمن سكت عنه، وأن على المرء أن يحدث بعض الضجيج إذا أراد أن يحصل على شيء. بعض الضجيج أيها المستباحون في كل مكان، ماشي؟ محدش يا حبيبي هياكل حقك فتسكت له فهتصعب عليه، فيرجع يقولك معلش والله أنا ظلمتك خد حقك عشان أنت كيوت وطيوب. لا، ده هيرجع عشان يعصرك ويشفطك وياخد بقيتك يا حبيبي. سجل عندك يا دي عصام، واحدة إرهاب وتحريض على العنف ومحاولة قلب نظام الحكم هنا. قلت لك انا انه عنده شويه افكار مسمومه، ما صدقتنيش. طب المهم ان والده مالكوم ما تحملتش كم الاهانه والضغوط والعنصريه والاساءه اللي تعرضت ليهم وشافتهم لما خرجت الشارع، وللاسف عقلها يسيح يا مؤمن وتخش مستشفى الامراض العقليه وتتحجز هناك الى بقيه حياتها. ومالكوم واخواته وزعتهم الحكومه الامريكيه على عائلات يعيشوا في وسطهم، وكان حظ مالكوم وسط عائله من البيض. كانوا بينادوه حضرتك الزنجي راح والزنجي جه، لدرجة ان هو خلاص في قرارة نفسه اقتنع ان ده جزء من اسمه مالكوم الزنجي او نيجر مالكوم. وفي المدرسة مع انه كان حد الذكاء ومتقد الذهن ودرجاته عالية، الا ان لما المدرس سأله نفسك تطلع ايه يا مالكوم، قال له نفسي اطلع محامي. ضحك عليه كده وبصله قال له يا ابني انت زنجي، يعني اخرج ماسح احذية او نجار مثلا؟ مع احترامي طبعا للمهن دي، وبالمناسبة انا اشتغلت المهنتين في ام الدنيا. قال له هو المدرس كان بيفوقه يعني، بيقول له زنجي اوعى تنسى نفسك يالا، انت زنجي يالا
فاهم انت زنجي. قال لهم هي كده يعني كل التفوق ده مش واكل معاكم، ده كده زبادي قوي، نستخدم احنا بقى الدماغ دي في حته تانية. يا سلام، امريكاني وقال لهم كده زبادي قوي ازاي يعني؟ ايوه قال لهم اتسيتو ماتش يوجرت وساب المدرسه حضرتك وطلع من الاصلاحيه الى وسطهم، ويلا سجاير بقى وسرقات وخمور ومخدرات وليتس جو اور. بالنهار كان بيقعد قدام المحلات يلمع جزم عشان يراضي اخته اللي هو قاعد عندها، وبالليل بقى حضرتك لص محترف وديلر مخدرات قد الدنيا، ماريوانا وحشيش ماشي، ماكس وبرشام ما يضرش، هيروين كوكايين اهلا وسهلا، ورأس بقى وعلاقات وحاله من الفجور ما تتخيلهاش. وده الدرس التاني بقى حضرتك، ان اللي مش هياخد حقه في بلده بالعدل والقانون فما تنتظرش منه ان هو يحترمهم، لانهم بكل بساطه كانوا اول سلمتين في طريق اجرام. ينقل بقى بعدها الى مدينه نيويورك، حيث المدينه التي لا تنام، حيث الصخب حضرتك واسرياء المجتمع الراقي، ياسس مالكم عصابه صغيره كده على قد الحال قطاع خاص، ويوسع النشاط بتاعه جنب السرقه والمخدرات، ويدخل معاهم الدعاره والقواده، وبكده تكتمل حضرتك في دولابه كل الموبقات. بس 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 ده ينزل عليهم غضب الله كده يا ما عندكش شويه صور للبنات دي يعني من باب العلم بالثاء، وان الواحد ياخد حذره يعني. اتلمي يا راجل او نزل غضب ربنا. كمل يا حبيبي كمل. فعلا يا عم الناس، الحجر الداير لابد من لقطه. تتقفش بقى حضرتك العصابه بسبب غلطه صغيره قد كده، وياخد مالكم وصاحبه كل واحد فيهم 10 سنين، اما البنتين البيض اللي كانوا معاهم في نفس العصابه كل واحده فيهم تاخد 5 سنين. بقول لك بيض بقى اللي هو دلوقتي احنا في سنه 1946 يا مولانا، يعني كل المغامرات دي وهو لسه يا دوب 21 سنه. وسنه 46 يتنقل من سجن تشارلز تاون الى سجن كونكورد، وهناك تجيله رساله غريبه كده من اخوه فيلبرت، واخوه ده ما كانش شافه من سنين وكانت اخباره اصلا مقطوعه عنه. اخوه كان بيطلب منه في الرساله انه يمتنع عن التدخين واكل لحم الخنزير، ولما مالكوم رد عليه برساله يستفسر فيها عن السبب فجاله الرد ان اخوه فيلبرت هو وكل اخوات مالكوم شهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وكانوا كلهم كمان بعتن له دعوه ان هو يدخل معاهم هذا الدين اللي ما بيفرقش بين ابيض وبين اسود، واللي الناس فيه كلهم سواسيه ولا فضل لاحدهم على التاني الا بتقوى الله سبحانه وتعالى. وملحوظه صغيره هنا، ان اخوات مالكوم اي نعم دخلوا الاسلام، ولكن عن طريق نسخه مشوهه حبتين قدمها لهم هناك واحد اسمه محمد اليجا، هو اللي كان اسس جماعه اسمها امه الاسلام، شهاده وصلاه وصوم وزكاه وحج وكله تمام، يعني ناقل الاركان زي ما هي، ولكن العقيده كانت في الضياع خالص. فمن داخل السجن بدا مالكوم يبعت رسائل لاليجا، وكان كمان اليجا بيرد على استفساراته، لحد ما اعلن مالكوم اسلامه سنه 1949. ومن نفس التاريخ يا مولانا لحد ما خرج من السجن سنه 1952، فالثلاث سنين دول حرفيا قضاهم مالكوم في مكتبه السجن، بقى عنده سلام نفسي كده وهدوء وحب اطلاع ومعرفه، وكتاب يجيب كتاب حضرتك، لحد ما خرج مالكوم انسان تاني خالص، مسلم متدين ملتزم بصلاته مثقف وواعي. وكان اول مشوار يعمله مالكوم الى مدينه ديترويت عشان يقابل اليجا. اليجا قال له انت اسمك مالكوم ايه؟ قال له انا اسمي مالكوم ليتل. قال له لا، انت تنسى ليدل دي خالص وتختار لك رمز من الثلاثه، الاكس او الواي او الزد، لان اللي جابونا من افريقيا كعبيد هم اللي سمونا الاسماء الاولى واللي قبل اسامينا، واحنا كلنا هنا حضرتك غيرنا وبنبدا من جديد على صفحة بيضة. فمالكوم فكر واختار لنفسه رمز اكس علشان يتحول من مالكوم ليدل الى مالكوم اكس. تعرف انت عبود، انا كمان نفسي اغير اسمي من عصام بيزا لعصام واي مثلا. واي يا عصام، وماله اسم بيزا يا واطي؟ بتستعر من ابوك يا عصام دبليو سي وقعد عربي كمان. مش وقت خناقات يا عم الناس، خلينا مع مالكوم امار. المهم يا مولانا، ان زي ما خيركم في الجاهلية خيركم في الاسلام، فالدماغ اللي كانت بتدير عصابة وتسرق وتهرب وتخدع في الأمارة تحولت إلى الإبداع في الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. وأعضاء جماعة أمة الإسلام اللي كانوا يدوب 450-500 واحد في ميشيغان، في ظرف 7 سنين بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وخطب مالكوم إكس الرنانة وجولاته وصولاته في الولايات، بقوا بعشرات الآلاف في 30 ولاية أمريكية. وأصبح مالكوم إكس سنة 1959 المتحدث الرسمي باسم جماعة أمة الإسلام.
الإسلام، وتاني أشهر اسم بين المسلمين بعد ألايا. مالكم حب الإسلام وحب الدعوة، وكان بيفني نفسه فيهم قربة لله سبحانه وتعالى. حتى إن من أشهر اللي أسلموا على إيده الملاكم الشهير محمد علي كلاي، واللي كان اسمه كاسيوس مارسيليوس، واللي غيره لمحمد علي بعد إسلامه. وزاع اسم مالكم بين المسلمين مش بس في أمريكا بل في العالم الإسلامي كله، وطارت أخباره كداعية مؤثر ومرغوب في حضوره مش بس بين السود والأمريكان البيض كمان، لا ده امتد تأثيره كمان لبرة بلاد العم سام. خطابه الثوري وقوة كلماته كانت بتجذب الضعفاء والمقهورين، ثقافته واطلاعه غطوا بقى منطقة المثقفين والمفكرين. وفي الفترة دي حضرتك كان اتجوز من بيتي ساندرز، واللي اتشهرت فيما بعد باسم بيتي الشباس، وربنا رزقهم من هذا الزواج بأربع بنات. ونظرا لأن الخطاب الإسلامي الصريح واللي طالع من القلب ومفيش عليه رقابة بيلمس قلوب الناس، فالناس فعلا اتعلقت بمالكم وحبت ثوريته، زي مثلا ما المصريين حبوا خطب الشيخ كشك ونشروها في الوطن العربي كله. ايوه الثورية وجماعة الإسلام وعلم تركيه، ما تقول ان هم اخوان من الاول وتخلص يا مولاي. اخوان مين يا عم الناس؟ العلم ده متاخد من علم العثمانيين باعتبارهم اخر خلافة إسلامية وكده، وكلمة جماعة يعني مجموعة، اما كلمة ثورية فدي حاجة انت مش هتفهمها يا عم الناس، اعذرني معلش. وبعدين ما مالكم زار مصر ورحب بيه جمال عبد الناصر سنة 1959، في عز ما عبد الناصر كان حاطط الاخوان في السجون وكان عادم قياداتها. قابل عبد الناصر حتة واحدة. ايوه يا عم الناس، قابل عبد الناصر والمفتي حسنين مخلوف، وقابل شيخ الازهر كمان، وفي السعودية قابله الملك فيصل وكرمه وتعامل معاملة الرؤساء، وكمان قابل بن بيلا رئيس الجزائر، ولف على السودان وايران وسوريا وغانا، ولما رجع بقى رجع كزعيم، زعيم اكبر من الايجا بذات نفسه. اخلاصه وتفانيه فيما يقدم خلوه هو بقى الرجل الاول، رغم ان فيه رجل اول بالفعل. الشاب اللي عنده 34 سنة بقى من اشهر الشخصيات الاسلامية مش بس في امريكا بل في العالم الاسلامي كله. وده بقى ما كانش تمام قوي حضرتك، لانه زرع في القلوب شوية غل على احقاد تجاهه، وده بعد ما كل وسائل الاعلام الامريكية والعالمية بقت تتسابق علشان تاخد منه لقاء. وهنا مالكم بدأ يكلم الناس ويخاطبهم بخطاب الاسلام اللي فهم، بدأ يقول للناس ان حقوقهم لازم ينتزعوها، وان دينهم ده ما يرضاش بالدنية، وما عندناش حاجة اسمها اللي يضربك على اليمين يا حبيبي تديله الشمال. لا يا بابا، احنا عندنا الاسلام بيقول ان العين اليمين بالعين اليمين والخد الشمال بالخد الشمال قصاد. الاسلام بيقول ان الحقوق تنتزع باليد واللسان والقلب للعاجز. وهنا بقى حضرتك تنور لمبة حمراء كبيرة قد كده هو في السي اي اي، ولمبتين كمان تحت عند عمك الايجا اللي ظهرت له فضايح مؤخرا، واللي قرر خلاص انه يطير المنافس بتاعه بل اللي تفوق عليه، وبالفعل يجمد الايجا عضوية مالكم سنة 1963. وانصحكم بكتاب حلم البراءة لعبد الرحمن ضاحي، واللي هتلاقوا فيه تفاصيل اكتر مش هينفع نذكرها كلها في الحلقة علشان الوقت. ويطير بقى عمك مالكم الى الاراضي المقدسة علشان يعمل اول رحلة حج، لانه في الرحلة الاولى ما عملهاش، وهناك يشوف ازاي المسلمين كانوا بيتعاملوا مع بعض ابيض واسود بدون اي فواصل عنصرية، ويغير الراجل اسمه من مالكوم اكس الى الحج مالك الشباز، ويرجع تاني لامريكا عشان يأسس المنظمة الخاصة به، منظمة المسجد الاسلامي، واللي اسسها على مذهب اهل السنة والجماعة بعد ما قابل العلماء في الاراضي المقدسة. فالمنظمة دي حضرتك بدأت تجذب الناس وتاخد من شريحة جماعة امة الاسلام، وعاوزك بقى تاخد بالك من الحتة اللي جاية دي كويس. كان ظهر في نفس التوقيت ده حضرتك الزعيم الاسود مارتن لوثر كينج، خريج كلية اللاهوت في امريكا، بعد ما اتشهر بتنظيم حملة مقاطعة الاوتوبيسات لما المواطنة السمراء روزا باركس اتقبض عليها عشان مرضتش تقوم لواحد ابيض في الاوتوبيس وتقعده مكانها. القضية سمعت جامد في امريكا، والحملة استمرت لاكتر من سنة، شهرت معاها مارتن بشكل ما تتصورهوش. ومارتن كان رجل مثقف وخطيب مفوه، وكان فعلا بيحب شعبه، بس اجمالا كده كله على بعضه خطابه كان محتواه سلميتنا اقوى من الرصاص، اللي هو يعني احنا كيوت والدنيا حلوة وحمرتك العرجة تغنيك عن السؤال وهدوء السنين. وده في عز ما كان مالكوم اكس بيقول كن مسلما ومهذبا واطع القانون واحترم الجميع، اما اذا قام احدهم بلمسك فارسله الى المقبرة، وكان ناقص يقول لهم اذا صرخت فاسمع واذا ضربت فاوجع فان العاقبة واحدة. ففي المقابل بقى حضرتك كان ايه اللي بيحصل؟ تصريح ودلع وحراس الخطب مارتن وتضييق على عمك مالكوم. جايزة نوبل للسلام لمارتن سنة 64، والناحية التانية مخبرين
مصريين لازقين لمالكم وتنصت على مكالمات وشغل الجيمس بوند ده واخد افكاره من غاندي ومتأثر بيه وده ثوريته نبعة من قلب دين وفي الاخر وبعد ما الليلة دي خلصت بعد كام سنة وبعد ما السود نجحوا فعلا ان هم ينتزع حقوقهم بيرجعوا الفضل كله لمارتن بس مع ان لولا ضوافر وخرابيش وصراخ مالكم ما كان حد عبرهم لحد النهاردة حتى غاندي نفسه لولا الخسائر اللي شربوها البريطانيين في الهند من الاسلاميين والله ما كانوا فكروا يسيبوها له بس هي الميديا يا حبيبي الميديا اللي بتنور لك لمبة على فلان وتطفي لك فلان الناحية التانية خد يا بابا المنهج ده عشان كيوت وجميل وسيبك من المنهج ده عشان ارهابي ووحش واخرته مش لذيذ المهم ان يتهاجم بيت مالكم في 14 فبراير سنة 1965 ويتحرق بنفس المشهد بتاع ابوه هو صغير ولكن المرة دي قدام بنات مالكم الاربعة ومراته ويوم 21 من نفس الشهر ونفس السنة 1965 يروح مالكم محاضرة يدعو فيها الناس للإسلام في نيويورك فيطلع عليه 3 أفراد ببندقية ومسدسين وياخد 16 طلقة في كل أنحاء جسده عشان يقع ميت فورا قدام مراته وبناته الأربعة اللي كانوا حاضرين المحاضرة وعمره كل ده كان لسه 39 سنة قدم فيهم لدينه كتير قوي وما زال انتشار الإسلام في أمريكا لحد النهاردة ما زال عليه بصماته ويحمل آثاره قاعة حضرتك فيها أكتر من 400 شخص هيحضروا المحاضرة وأمريكا بكبرها ما حطتش فيها شرطي واحد بس عشان يأمنها رغم إن الخطيب اللي رايح يحاضر أشهر من نار على علم وقالوا بقى إن التلاتة اللي قتلوه من جماعة أمة الإسلام طلعوا 2 منهم براءة مع إنهم متلبسين بأسلحة في مكان إطلاق النار والتالت اتحكم عليه بالمؤبد وخرج سنة 2010 وآخر 22 سنة من حكمه كان بيبات في بيته 5 ايام في الاسبوع اللي هو الدلع كله يعني اما بقى حكاية ان امة الاسلام هي اللي قتلته انا مش هقولك ان هي مش صحيحة بس دي تحقيقات موجودة دلوقتي على نتفليكس هتوضح لك حضرتك تفاصيل كتير قوي عن اغتياله وتواطؤ الشرطة ومن الاخر الصهيانة وتسليمه للي عاوز يصطاد اتعمل فيلم سنة 92 عن حياته بطولة دينزل واشنطن اتصور في امريكا ومصر والسعودية وترشح لجوائز كتير الكلية اللي كانت شايلة اسم ثيودور هرتزل الصهيوني الاكبر في شيكاغو غيرت اسمها سنة 69 الى جامعة مالكوم اكس لدفاعه عن حقوق السود في التعليم الجامعي مسجد الحاج مالك الشباز في نيويورك ومدرسة مالكوم اكس الثانوية في نيو جيرسي رجل بأمة استطاع ان يصنع ما عجز عنه الدعاء والوعاظ والعلماء في عشرات السنين اتحول من الباطل الى الحق في لحظة صدق وما قالش لا اصلا عندي ماضي مش كويس ومش هينفع رمى كل ده وخرج من البارات وصحبة السوق بقرار عشان يروح ويغير وجه أمة كاملة وقد كان اتعلم منه وعرف بيه عيالك واصحابك وحبايبك واخيرا فرحمة الله على الحج مالك الشباز او مالكوم ليدل او مالكوم اكس وجعل الله عمله في ميزان حسناته وتجاوز عن سيئاته وتقبله اللهم في الشهداء وشفعه فينا فرب اناس فينا وليسوا منا ورب أناس منا وليسوا فينا وبس كده يا مؤمن سلام عليكم عسكرون وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التب سكيلتا مسخرون ومسخرون عسكرين مسكنون عسكرون وعسكرون نيمون اليوم بحالوا سهرون الليل بطول قلبوا حال الدنيا يابا واللي معدول يقلبون عسكر التب سكيلتا مسخرون ومسخرون